الآن معاكم في مجمع الحضارات جمهورية تركيا، وعندكم هذا اللبس التقليدي الشعبي، وهنا معلومات أكثر عن دولة تركيا، ونأخذ معلومات أكثر وندخل على هذا الركن. بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا من الجناح التركية. أولا نبدأ بالشرح عن الملابس. أولا هذا اللبس لبس السلطان البارسلان، وكان قائد والسلطان في أحد السلاجقين، هو الذي أخذ منطقة الأناضول من الدولة الروم فأصبح مسلما حتى يومنا هذا الحمد لله. وهنا موجودة الخوذة المغفر من الحديد، كان يمنعون ضربة الصيف. وهذا الدرع من الجلد. وهنا موجود لبس الأرطغرل، وكان أميرا في أحد السلاجقين، وهو كان أميرا في قبيلة القاي، وموجود على التقية علامة القبيلة القاي، وكمان موجود نفس العلامة في هنا. وهنا موجود لبس السلطان سليمان القانوني، هو كان السلطان في أحد العثمانيين، وهذه التقية تقيته. وهنا موجود القميص الأمراء، كان يلبسين كذا. وهذا اللبس لبس الإنكشاريين. الإنكشاريين هم كان جيش الخاص للسلطان فقط، هم ما كان يدخلون، يعني لا يدخلون إلى الحرب إلا لحفظ السلطان فقط. وهنا موجود هذين التقيتين، هذا وهذا. هناك التقية الناس التقية أصلا، ولكن مختلف فقط ألوان. وهذا اللون كان العسكر الإنكشاري كان يميزون الرتبة العسكرية بهذا اللون، وكان يفهم العسكر الإنكشاري بهذا اللون، يعني هذا الأعلى رتبة في الإنكشاريين، وهذا الرتبة أسفل رتبة الإنكشاريين، هذه الرتبة، وهذه الرتبة أعلى رتبة في الإنكشاريين. وهنا موجود السيف، طبعا هذا السيف ليس للحروب فقط، لزينة للبيوت. ونفس السيف موجودة في هنا. وهذه خيمة، خيمة الوزراء، كان يستخدمون الوزراء الدولة العثمانية هذه خيمة في أثناء الحرب أو سفر القصيرة. وهنا موجودة بعض الأشياء الثقافي مثل خناجر، خناجر الثقافي العثماني الدمشقي. وهنا موجودة بعض الأشياء للقهوة، مثلا هذه آلة للقهوة، كان يدعون الحبة القهوة من هناك ثم يفعلون كذا ويأخذوا القهوة. أيوة صح صح. وهذه الصينية كان يستخدمون للقهوة فقط. وهنا موجود القولانيا العطر يعني. وهناك موجود الصينية للثقافة عندنا هكذا يعني. وهذه الخاصة بالشاي التركي. أيوة نعم. وهذا يسمون القنديل، كان يضعون من هناك زيت الحيوان ثم يحركون القماش، وحتى أحيانا كان يطبخون بعض الطعام، وحتى مثل شاي هكذا. إذا أردتم تسألني شيئا تفضلوا. طيب أنا رأيت في الخارج في لكم بعض الأمور، خلينا نطلع أيوة عليها طبعا. هذه فين نضعها؟ طيب هنا عندكم برضو في الخارج، أنا شايف ما شاء الله في جزء من ثقافتهم والمنتجات اللي عندهم. أيوة نعم. عرفنا هنا عليها. هنا موجودة القهوة التركية، طبعا يعني القهوة نفس القهوة، ولكن المميز القهوة التركية فقط عن الطبخ، يعني طبخ القهوة التركية مختلفا تماما. وهنا موجودة شراب الرمان. هذا؟ هذا شراب الرمان. نعم المشهور عندنا، تفضلوا. هذا هو شراب الرمان، شوف كيف ما شاء الله، صلاة على النبي يفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. وفي على الخيمة موجود الهلال، هلال كان علم الدولة العثمانية، معناه يعني الإسلام، يدوم عليه هذا الهلال، شايفين واضح اهو هذا الهلال. وهذا الأخ يمثل أحد من الشعب العثماني، يعني هذه أحد الألبس المختلفة. أيوة نعم. عن هذا اللبس مختلفة تماما، مثلا هناك اللون آخر. أيوة. وهناك موجود هذا الأخ يمثل الأمير، هذا الآن ابن هو السلطان. أمير. نعم ما شاء الله تبارك الله، هذا لبس الأمير ما شاء الله، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك. وهناك الله. موجود السكر العثماني هناك.
اوه هذه الحلوى دائما نشوفها. ايوه نعم في الفزلال. ايوه نعم لكن اول مره اشوفها على الطبيعه. هذا سكر العثماني الثقافي. ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا بكم يا مرحبا. طبعا ما شاء الله تبارك الله قد ما نتكلم عن هذا الركن جناح حافل بالثقافه والحضاره والمعلومات الجميله. شكرا لك. عفوا.